Lu Okey, jom. Fatin, boleh mula. Lepas tu Nisha, eh. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات. Kita ulang ambil daripada fi. في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات حضر وأخر يابسات. Kita ulang ambil daripada wa ukhor. Wa ukhor ya bisatil la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم. Kita ambil pada ma قدمتم. ما قدمتم لهن إلا قليلا من ما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. Itulah ambil semula daripada ila. إلى ربك بك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه.
قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، kita ambil daripada الحق أنا راودته عن نفسه وإن له لمن الصادقين. Batin macam terdengar wa inna lahu. Cuba wa inna. وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. اسمه pada ليوسف. ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم. تم اسم الله بعد فلا. فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم. مسؤولة إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منا الكيل فأرسل معنا. تم اسم الله بعد فأرسل. فأرسل معنا أخانا نك وإنا له لحافظون. Page yang Fatin baca tadi ceritakan semalam kita dah baca sampai Raja Mimpi tu kan, yang tujuh lembu apa semua tu dengan tujuh tangkai. Jadi kawan tu baru teringat Nabi Yusuf yang pandai mentafsir. Jadi kawan tu tanyalah Nabi Yusuf kat penjara, apa tafsir mimpi raja ni? Nabi Yusuf kan sebelum dia bagi tafsiran tu, dia kata, cuba tanya raja tu apa dia adik dekat perempuan-perempuan yang potong-potong tangan tu dulu. Jadi masa tu isteri pemerintah Mesir tu pun mengakulah sekarang kebenaran dah terbukti. Jadi lepas tu Nabi Yusuf cerita apa tafsir mimpi tu, dan dia offer jawatan yang tinggi lah di Mesir, dan dia memilih untuk jadi apa ni, finance lah macam tu kan, yang menjaga harta benda kerajaan. Dan lepas tu dia mula berkuasa jadi sebagai macam menteri keuangan gitulah. Dan page yang Lisha baca dah masuk cerita adik-beradik dia datang. Masa tu dah tiba musim kemarau tu kan, yang dan adik-beradik dia datang nak tukar barang, nak minta makanan kan. Dan dia kenal adik-adik-beradik dia, tapi adik-beradik dia tak kenal dia. Lepas tu dia minta request adik-beradik dia datang lagi bawa adik dia yang Bunyamin tu, yang dengan adik bungsu dia tu. Cerita kita sekarang baru sampai situ. Jadi adik-beradik dia balik, dia minta request dekat ayah dia. Dia kata bagi dia orang permission bawa adik dia. Dia kata kita orang akan jaga. Okey, kita sambung cerita ni dengan Mio. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم.
وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقكم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني يا لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني، عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، بما كانوا يعملون. Haja boleh baca ke? Boleh, Boleh. boleh. Boleh.
Okay, sebelum tu sambung cerita tadi, bila adik-beradik dia dah balik, dia minta permission bapak dia lah bawa yang kecil tu Bunyamin. Bapak dia kata macam mana nak percaya setelah apa yang dia buat pada Yusuf tu kan. Lepas tu dia buka barang-barang dia, dia tengok semua barang dia dipulang balik. Dia tak tukar barter trading masa tu kan. So dia cakap lah dekat bapak dia, dia boleh dipercaya lah kira dia pulang balik semua barang-barang kita. So bapak dia pun benarkan lah Bunyamin ni pergi, dan bapak dia pesan jangan masuk ikut satu pintu, ikut pintu yang berasingan. Dan akhir ayat ni kata bila dia orang dah datang, Yusuf jumpalah adik dia dan dia bagi tahu, saya ni saudara kamu, dia kata abang dia. Okay, kita sambung dengan bacaan Hajar. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ Undur sikit daripada wali. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ Undur sikit daripada linuf. Linuf sida fil ardi wa ma kunna sariqin. Qalu fa ma jazauhu in kuntum كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال
لأنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا undus sikit daripada inna lahu abang syaikhan kabiran fakhud ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Fatin. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا. Itu ulang daripada إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا daripada alam ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم. Tulang ambil daripada قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. أهل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت
عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزن قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني سيقولون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة سوري سيقولها وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا
فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا يا أباس يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان kita balik pada an-nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati Wah, pendek mio. mana tadi okey lagi sekali pada an-nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati إن ربي
لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض و فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألوا سوري وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سوري سأولا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. سأولا بالي أنت دي على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم وعلى العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان kita ambil semula daripada waghaira وغير صنوان بماء واحد
ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا. Kita ulang ambil daripada A'iza. A'iza kunna turban A'inna lafi khalqin jadid. Ula'ika alladhina kafaru bi rabbihim wa أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد وما لهم من دونه من وال
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Satu lagi lah ya, Mio. Okay. Satu lagi. Mio. Tak dengar. Mio ada. Ada. Jom. Kursus berapa tu, Zaza? Muka surat berapa, Ustazah? 251. 251. Lahu da'watul haqq wal-lazina yad'una min dunihi la يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض ولله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو وكرها وكرها وظلالهم بالغدو والآصال السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ده بندق. قلت اوكي، سيدي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها حتى ملأ السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم.